سيداتي وسادتي، ولقاؤنا التالي في هذه السهرة الغنائية والتي نقدمها لحضراتكم من مدينة صور يكون مع المطرب صالح بن حديد. أهلا الأخ صالح. أهلا وسهلا. سؤالنا التقليدي وكالعادة، مشوارك الفني؟ والله أنا مشوار الفني بديت متى بدأ يعني؟ من 76 فعلا، يعني نقدر نقول 10 سنوات فقط. 10 سنوات؟ لا تقريبا أنا بديت، لا والله من 66. من 66؟ نعم. 20 سنة تقريبا. وين كانت البداية؟ الكويت. في الكويت. نعم. هل تأثرت بأحد المطربين؟ فعلا والله تأثرت بمطربين من الخليج ومن اليمن ومن عمان فعلا. أمثال من يعني؟ أمثال يعني تقدر تقول من الخليج يعني اللي هو أحمد خليفة في الأصوات، محمد زويد في الأصوات، ومن اليمن الجنوب يعني في اللي هو محمد سعد عبد الله، محمد مرشد ناقي، أبو بكر سالم، في مطربين يعني. طيب احنا نعرف عنك أنك أنت عازف عود يعني جيد، وين تعلمت العزف؟ والله مثل ما قلت لك بالكويت. يعني حد علمك؟ لا أبدا، ما حد علمني. أو اجتهادات شخصية؟ اجتهادات فعلا. لا وبعدين كنا والله في نشتغل من الصبح للمغرب الواحد، لكن كثرة رقبتنا يعني يجي منك يجي من التعب، رقبة التعب اللي فيه بعدنا نقعد دقعود يعني وهذا. طيب الأخ صالح، هل لك مثلا مطربين اقتديت بهم أو حبيت تسمع أغانيهم دائما؟ نعم. أمثال من؟ حبيت أغاني محمد سعد. بالنسبة للجنوب يعني؟ بالنسبة للجنوب. من الخليج؟ من الخليج عوض دوخي. والحاليين موجودين الآن؟ والحاليين موجودين اللي هو عبد الكريم عبد القادر، أحمد خليفة مثل ما خبرتكم. طيب إيش من الأغاني بتسمعنا الآن؟ والله بسمع أغنية عاطفية. أيوة. من تأليف صالح الخادم. أيوة. والحاني أنا. طيب تفضل اسمحت. بين همساك وبسماتك وكل اللي
ما تذكر حكاياتك ما بين همساك وبسماك. Good day.